دونك هذوما صفحات نتاع النهضة ماهمش جديد. شنو انها تناقضات حزب النهضة خرجت للعلن، خاطر قبل التناقضات والعركة ما بين الحلقة الأولى نتاع راشد الغنوشي اللي هي متكونة من نسيبه ومن ولده ومن المطيعين نتاعه، والحلقة والاخرين والجزء من النهضة اللي كان يقول له رانا احنا لازمنا تكون عنا في نفس عنا نفس القيمه وعنا نفس سلطه القرار. هالاشخاص هذوما خرجوا للعلن، هذوما ما كانوش يخرجوا، واحنا نعرفوا باللي في كثير من الاحيان من احنا نقولوا من نسور النهضه يقولوا له كيفاش من صقور النهضه يقولوا له كيفاش احنا ما عندناش الحق في أن تبدأ عنا فكرة على في العلاقات دور في العلاقات الخارجية مع النهضة. ديما العلاقات الخارجية نعرفوها احنا، غنوشي هو بيدو ولا رفيق عبد السلام وإلا حتى ولده معاذ اللي ما عندوش دور رسمي لكن دوره اللا رسمي كبير وكبير وكبير جدا. زيدا نعرفوا باللي كيف ما عبد اللطيف المكي وكيف ما برشا قالوا له احنا ما عادش يساعدنا ولازم معناتها ناخدوا نحتلوا المكانة اللي لازمة نحتلوها في حزبنا، وهذا بيان سور ما صارش خاطر الغنوشي معناتها تحت وطأة الأقرب بمنطق والأقربون أولى بالمعروف ومكمل هكاك حتى مع أعضاء الحزب. هاش من ويرا بيان حركة النهضة البلاغ اللي تنشر